هنا خطوات تصعيدية لا يتخيلها. هذه الجموع هتفجر مصر. احنا هنولع فيه. ما هم جواسيس، هاتولي اكتر من جواسيس هم عليهم. ما ينفعش رجب طيب اردوغان يتكلم على مصر وملوش دعوه بالقضيه المصريه، ده يخليه في حاله، احسن له يخليه في حاله. يعني هتطلب ايه من واحد متخلف عقليا اخواني لازم يقول كده؟ طبعا احنا كلنا واحد مجنون هنمشي وراه، ما مش هنعرف نعيش ابدا. يعني ده واحد متخلف، هو واحد حريه وعداله عايز منه ايه؟ يعني اخواني هيعوز ايه؟ ما هو ارهابي. فمش عمنا بص، مش حتى احنا ما بنحطش دماغنا في حاجات زي دي كده فارغه، احنا عايزين بلدنا تبقى كويسه، والحمد لله بقت كويسه وهتبقى احسن باذن الله رب العالمين. مرسي نفسه كان من اول ما دخل السجن معروف ان هو مريض بكذا مرض، منهم من السكري ومنهم الضغط العالي ومنهم ان هو اصلا تقريبا عنده مشكله في الجنب الشمال، كان باين دايما في لقاءاته في حواراته مع الناس. ف وفي طبعا كشف طبي دوري، وهو كان طلب كذا مره ان هو من المحكمه بان هو يتحول للكشف الطبي، وتم الكشف عليه كذا مره سنه 2017 و2018 بس. ف ومش مصلحه حد انه طبعا يقوم بعمل زي هذا. اقول له ان ده كلام فارغ، ولان هو ميت قدام الناس في العلن، كويس ان هو ميت في القفص وطلب المكالمه وسمحوا له، وده انسان متخلف انه يقول الكلام ده. كويس ان هو ما ماتش في السجن ولا مات في الحبس، كانوا يتهمونا، ده اتهام باطل، ده يثبت ان هو انسان بيرمي اتهامات بالباطل، واحنا اشرف من كده واحسن من كده. ده اللي انا اقدر اقوله لطيب اردوغان. اقول له ان هم كذابين طبعا، الحكومه بتاعتنا عمرها ما بتعمل كده، والحكومة بتاعتنا ناس محترمة وناس كويسة، ومعروف إن ده أصلاً عميل وبيكره مصر من زمان، كان هو ولا أمريكا ولا قطر. يعني ما فيش أي حد في الشعب المصري ولا الحكومة المصرية ولا حتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل كده. يعني مين هيوافق بالكلام ده؟ هو أردوغان ده أكذوبة العالم، ده راجل متخلف وحاقد على مصر. يعني شيء معروف، يعني مش جديد، يعني على أردوغان اللي هو ادعي علينا، ادعي على مصر كده. ده الناس مش مظبوطة، ناس يعني بتتعامل عملاء. احنا نعرف ان هم دول عملاء، ولا يعرفوا اسلام ولا يعرفوا حاجة، ولمين من كل هربان من كل ناحية، جايبينه من كل حتة، مقاوين الناس كلها هربانة من بلادها، وناس ما تعرفش ربنا. دي تركيا دي اساسا فيها يعني حاجات اللي هي المحرمات كلها في تركيا، اللي هو بيقول لك اسم مسلمين ومش مسلمين. الكلام ده كله حصل حضرتك، الناس اساسا طول عمرها عدو الوطن، ما يحبوش مصر، لكن المده بتاع ربنا ومات قدام الساده الناس القضاء، الناس الشرفاء، الناس المحترمين كلها، ومات في القفص قضاء وقضى، ووصل عمره او خوف او حاجه ترجع له هو. لكن ما حدش اعتدى عليه زي ما بيقولوا، كله زي ما فكروا ان رجب اردوغان ان مصر هي اتخلصت منه وموتت مرسي وكده، الحاجات كلها ما حصلش. لا، معروف انها لازم يعملوا كده. هو مش راعي ارهاب، بس لازم يعملوا كده طبعا، لازم. وده كان متوقع ان احنا نسمع الكلام دوت، كنا متوقع ان احنا نسمع الكلام دوت منه، ده طبيعي جدا انهم لازم يقولوا الكلام ده كله. طب يدور بقى اللي موجود عنده وبيعمل بيهم ايه بس. في رايك مصر ترد على الشائعات دي ازاي؟ دول كلاب، لا مؤاخذه في الكلمه، دول كلاب لا مؤاخذه في الكلمه. الكلب لما هو حد بيرد عليه، محدش يرد عليه، يسيبوه. ده عميل، ده معروف ان هو بيكره مصر اصلا. اذا ده ما يتردش عليه اللي زي دوت، لو رديت عليه يبقى انت عملت له قيمه. لا، تسيبه كده زي اي كلب، ما تردش عليه. اصل احنا عشان نخش نضرب الضربه دي، خساره الجنيه اللي هنختاره بيه عشان نضربه ونعلمه الادب، خساره اللي احنا نصرف الجنيه ده، الشعب اولى بيه. والله عدم الرد هو يسيبوهم زي النار ياكلوا في بعض لحد ما يهمدوا. عدم الرد ده نار ياكلوا لما يهمدوا خالص. هنرد عملنا لهم قيمه وكرامه، عدم الرد يعرفوا ان هم ما لهمش لازمه. يعني في مثل بيقول عندنا، يعني تجابد ند اجتنابه، يعني كفايه افعاله هي اللي بترد عليه، مش احنا نرد عليه، احنا اكبر من اللي احنا نرد على واحد زي ده. يعني ترد على الشائعات دي ولا كانهم موجودين، يعني ولا نسمع لهم. احنا مصر من الدنيا، مصر اللي احنا بلد الحضاره اللي هي عملت تركيا وعملت الدنيا كلها، نرد عليهم؟ هم اساسا مش ما نستاهلش، ما يستاهلوش ان احنا نرد عليهم.
هترد عليهم، بس انا يخشى عليا اتكلم كلام جارح يعني، الناس دي كلها سفهاء يعني او حاجه ما يستاهلوش الناس دي تقدرهم يعني وترد عليهم. المهم زي ما يكون واحد بيعه في حته وما تسالش عنه وخلاص. لا بص هقول لك على حاجه، الشائعات هتفضل ماشي اوكي، لكن اللي عايز يصدق هيصدق، مش عايز يصدق مش هيصدق. ناس كتيره مش مصدقه وعارفين الكلام ده كله وفاهمين ان اللي حصل ده كله ماشي، هو توفى خلاص، هنعمل له ايه؟ هو اصلا ما هو كان تعبان، هو في الحكم معروف هو كان تعبان، بس هو معروف اصلا ان هو كان عنده ايه في دماغه وكان ده كله، بس هو معروف ان هو كان جاي خيال مآتة بس.